ازيكم شباب؟ رجاك وحشتوني كتير. النهاردة هنبدأ الدرس الثاني في الوحدة الأولى للصف الأول الإعدادي. الدرس الثاني حبايب بيتكلم عن الإله الواحد مثلث القانيم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. ما هو الأقنوم؟ الأقنوم كلمة سريانية تعني كائنا حيا قديرا حكيما مستقلا بذاته وينسب أفعاله لنفسه. الوحدانية تعني إن الله واحد في جوهره، ربنا واحد في جوهره في أساسه يا حبايب. التثليث تعني إن الله واحد له أقانيم ثلاثة يكمل أحدهما الآخر ويبني الواحد منه على الآخر، يعني ربنا واحد وليه كمان ثلاث أقانيم، دي معنى كلمة التثليث. مفهوم الواحد في الثالوث الله واحد وليس آخر سواه، ربنا واحد وما في زيه تاني ولا حد بيساويه. الله له ثلاث أقانيم متحدة في جوهر واحد لم ينفصلوا لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعني فتحت عينك وقفلتها دي حتى في دي هما ما بينفصلوش، هما دايما في حالة من الاتحاد. الأقانيم الثلاثة الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه، تسمى الآب والابن والروح القدس. وحدة الأقانيم الإلهية، الآب موجود بذاته هو أصل الموجودات وخالقها، هو أصل الموجودات هو الآب يا حبايب. الابن ناطق بكلمته، هو عقل الله الناطق بكلمته، وهو بنوة غير جسدية. يعني عايز أقول لكم الابن مش معنى كده اللي هو اتولد من الآب زينا إحنا، اللي مثلا أنا بابا يجابني أو أنت بابا جابك، لا دي بنوة جسدية، لكن بنوة الابن من الآب ليست بنوة جسدية. الاتنين أقنومين والاتنين متحدين مع بعض والاتنين مساويين لبعض. الروح القدس اللي هو حي بروحه، هو روح الله نفسه وروح الله وكيانه، هما الاثنين واحد. الأقانيم متحدة مع بعض حبايب اتحاد أزلي دائم بغير انفصال، وهذه هي الوحدة الإلهية. طب عندنا أمثلة لتفسير عقيدة الإله الواحد المثلث الأقانيم. طبعا حاشا لتبقى فيه أمثلة عشان توضع عقيدة الإله الواحد المثلث الأقانيم، لأن ما فيش حاجة مشابهة ليها أو مساوية ليها، بس احنا بنحاول ان احنا نقرب المعلومة. الإنسان خلق الله الإنسان على صورته كشبهه. الإنسان يا حباب ليه عقل وجسد وروح، وهو واحد من المستحيل فصله. عقل الإنسان اللي بيفكر فيه، وجسده اللي هو إيديه ورجليه وأعضائه وحواسه، وروحه اللي هو عايش بيها وبتدي له حياة. طب هما التلاتة يبقى تلاتة مختلفين ولا لا؟ هما التلاتة واحد. عمركم شفتوا واحد عايش بعقله في مكان وجسده في مكان وروحه في مكان؟ لا، هما التلاتة واحد ما بينفصلوش أبدا. كمان معانا مثال تاني، الشمس فلها جسم التي يمثل كتلة ملتهبة من نار، ومنها بيتولد ضوء وحرارة، ولا يوجد انفصال بين التلاتة، الضوء والحرارة والجسم التلاتة واحد. عمركم شفتوا جسم الشمس في حتة والضوء بتاعها في حتة والحرارة في حتة؟ التلاتة واحد هما الشمس، بس بيبقى جسم وضوء وحرارة. برضو زي كده عقيدة الإله الواحد المثلث الأقانيم. الثالوث القدوس في الكتاب المقدس في العهد القديم تحدث الله بصيغة الجمع، مثل قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. كمان في آية تانية بتقول وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار واحد منا، في آية بتقول وقال الرب هلما ننزل ونبلبل هناك لسانه. ربنا بيتحدث يا حبايب بصيغة الجمع عشان يأكد على وجود ثلاث أقانيم في جوهر الله الواحد. كمان في العهد الجديد أوضح السيد المسيح علق عقيدة الإله الواحد، وكمان وضحها إيه لتلاميذه لما كانوا رايحين يكرزوا، فقال لهم إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ما قالش بأسماء، قال باسم الآب والابن والروح القدس، ده دليل اللي هم واحد. وبشرط الملاك للعذراء مريم قال لها الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. الروح القدس اللي هي روح الله، قوة العلي اللي هو الاب، القدوس المولود منك اللي هو الابن. يبقى كده الروح القدس اللي هو روح ربنا اللي هو الروح القدس، قوة العلي اللي هو الاب، والمولود منك اللي هو الابن. فكلمة القدوس لا تطلق إلا على الله وحده يا حبايب، ربنا وحده هو القدوس. كمان في وقت عماد السيد المسيح سمعنا الآب يتكلم من السماء والابن في مية الأردن والروح ظهرة على شكل حمامة، وبنسمي المناسبة دي بعيد الظهور الإلهي. ليه بنسميها بعيد الظهور الإلهي؟ علشان ظهروا الثلاث أقانيم في وقت واحد، الآب والابن والروح القدس في وقت واحد.
إذ السموات انفتحت له فرأى روح الله نازلة مثل حمامة وأتي عليه صوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كمان في بداية الإنجيل كتب يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. ده برضو بيأكد أن ربنا واحد. في البركة الرسولية بيقول القديس بولس الرسول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشارة الروح القدس مع جمعكم أمين. برضو بتأكد لربنا واحد. كمان عندنا بنقول ابن النيل. ابن النيل يعني النيل اتجوز جاب أولاد أو العقل يلد فكرا. برضو العقل اتجوز جاب أولاد وخلف. لا دي مش بنوة تناسلية أو جسدية. دي بنوة زي ما قلنا روحية أو عقلية. وبكده الدرس بتاعنا خلص. تعالوا نشوف الأسئلة. أجب عن الأسئلة التالية. ما المقصود بكل من؟ الأقنوم. يعني إيه كلمة أقنوم؟ الأقنوم كلمة سريانية تعني كائنا حيا قديرا حكيما مستقلا بذاته وينسب أفعاله لنفسه. الوحدانية يعني إن الله واحد في جوهره ولا يمكن إلا أن يكون واحد. التثليث يعني هو الله الله يعني هو إن الله الواحد له أقانيم ثلاثة. يبقى ربنا هو واحد وليه أقانيم ثلاثة. وبكده الدرس بتاعنا خلص والأسئلة خلصت. وأشوفكم في درس جديد وربنا معاكم.